مستمعين اعزائي مشاهدي قناه صحتي، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم صحتنا حياتنا. زي ما انتم دايما متعودين، برنامج صحتنا حياتنا بنناقش كل ما هو يدور في حياتنا اليوميه واللي بيؤثر بشكل كبير جدا على صحتنا. في حلقه النهارده هنتكلم عن صبغات الشعر وتاثيرها على الامهات الحوامل، ومش بس كده، كمان هنتكلم عن الكحوليات، لان للاسف بنشوف ادمان الكحوليات بقت ظاهره كبيره جدا بتحصل. هنتكلم عليها وتأثيرها الكبير جدا على تأخر الإنجاب، لأنها لا قدر الله بتسبب مشاكل كبيرة جدا، وده اللي هنعرفه معانا ومعاكم في الاستوديو من الدكتورة هبة سليم فؤاد، أخصائي النساء والولادة. كنت منورة دكتورة في قناة صحتي. اهلا وسهلا، انا اتشرفت بيكو. في البداية دكتورة، كنا عايزين نتكلم عن صبغات الشعر. هل الناس بتقول لك انا مال دي، احنا بنعمل صبغة الشعر دي مالها ومال البيبي؟ مالهاش اي دعوة بالبيبي او بالجنين اللي في بطنها. وهل ده بيؤثر، ممكن صبغات الشعر اللي بيحطوها دي بتؤثر بشكل كبير جدا على البيبي ولا لا؟ طيب، احنا موضوع صبغة الشعر ده انتشر كتير في الايام الاخيرة. اولا، صبغة الشعر دي انواع كتير، منها اخطر الانواع اللي احنا بنقلق منها الانواع اللي فيها الامونيا. الامونيا دي بخار بيتطاير فبيدخل عن طريق الفم. هي مش مشكلة خالص ان الصبغة تتحط على الشعر من فوق، المشكلة في البخار اللي بيدخل الجهاز التنفسي بتاع السيدة الحامل. طبعا تمام. الامونيا بيبقى ليها تأثير، يعني بتعمل تشوهات في الاجنة. دي مش بتدخل عن طريق فروة الرأس، لا، دي بتدخل عن طريق الجهاز التنفسي للسيدة الحامل. فطبعا احنا ما بيفضلش ان احنا نستخدم صبغات فيها امونيا في اول 3 شهور من الحمل، يفضل نبعد عنها خالص، لان ده بيبقى وقت تخليق الجنين. لو وكمان بننصح لو السيدة هتستخدم صبغة، اولا نبعد عن الصبغات اللي فيها امونيا، اللي هي الحاجات بدون ريحة متطايرة، دي مهم ان احنا نبعد عنها. تاني حاجة، لو طب هنعمل حاجة زي كده يبقى بعد اول 3 شهور، ويبقى في مكان متجدد الهواء، ما يبقاش في مكان مغلق. تمام. ده هياخدنا بقى ناحية فرد الشعر. بالنسبة لفرد الشعر، كنا بنسمع ان في سيدات كتيرة بتستخدم حاجات فيها كرياتين وكده، اهو ده بيؤثر برضو على الحمل ولا لا؟ موضوع الكرياتين والبروتين تمام. والمواد الطالعة اللي هي المواد الفرد بتاعة الشعر، احنا القلق كله من الحاجات اللي فيها فورمالين، لان الفورمالين اللي بيبقى موجود جواها، وهو الفورمالين بيبقى المادة الأساسية للفرد. البروتين او الكرياتين تبقى حاجة حافظة للشعر، لكن الأساسي للفرد هو الفورمالين. وبعض الناس طبعا للأسف، بعض صالونات التجميل والحاجات دي بيحطوا الفورمالين من غير ما بيبقوا قايلين للسيدة. طبعا هو ريحته بتبان جدا، بس هو في الغالب بيبقى مش قايل لها. الفورمالين والفورمالين من الحاجة اللي بتؤدي إلى تشوهات الأجنة بنسبة عالية جدا، وبتؤدي إلى حدوث سقوط للأجنة أو إجهاض مبكر أو حتى وفاة الجنين داخل الرحم. الفورمالين بنسبة عالية، فبيلجأوا دلوقتي ان هم يقللوا نسبة الفورمالين. الكرياتين والبروتين في حد ذاته من غير الفورمالين اللي فيه مش مضر، مش مضر بالأم. مشكلتنا كلها في وجود الفورمالين او مواد الفرد التانية، لان هو موضوع مش كرياتين وبروتين تاني، هو بيبقى فيه اي مادة من مواد الفرد عليها فورمالين، هي دي احنا مشكلتنا الاساسية مع الفورمالين. وبرضه هو بيدخل عن طريق الجهاز التنفسي، بل بالاعلى ان الفورمالين ممكن يتم امتصاصه من فروة الرأس. يعني فروة الرأس ممكن تمص الفورمالين اللي موجود. في شهور آمنة ممكن الأم تقدر تستخدم الكرياتين وما يؤثرش على البيبي ولا لا؟ هو ما تعملش دراسات كافية على الكرياتين والبروتين في شهور الحمل، فمش قادرة أقول طبعا إن في شهور آمنة. بس دايما احنا كنا بننصح لو واحدة ناوية تعمل حاجة زي كده يبقى خلاص، اللي هو في الشهر التاسع اللي هو قرب الولادة، هي خلاص هتولد، فالبيبي مش يعني حتى لو في جزء قليل من الضرر وصل، ما يوصلش بكثرة الى البيبي. يعني خلاص هي في شهر 9 هتولد، نبعد تماما عن اول 3 شهور في الحمل، دي شهور تخليق البيبي. فيفضل ان احنا نبعد عن اي مادة ممكن تعمل تشوهات في الاجنة في الوقت ده. لو هي السيدة ناوية تعمل حاجة زي كده يبقى نعملها يعني في الشهر التاسع اللي هي قرب الولادة. طيب، في سيدات بتلجأ لحاجة اسمها الحنة ومش الحنة، المواضيع دي وبرضه بيعملوها برضه قبل الولادة. هل ده بيؤثر برضه على صحة البيبي ولا الجنين ولا لا؟ لا، هي الحنه في حد ذاتها من الاعشاب، دي اعشاب، بس تبقى طبعا موثوقه المصدر، ما تبقاش جايباها من حد هي مش ما عارفه هي فيهاش أي حاجة جايباها. كيميكالز لا، يعني؟ هي الحنه ماده طبيعيه، بالعكس احنا ممكن بنستعيض بالحنه عن الصبغه. يعني الحنه امن بكثير من الصبغه، ان هي تحط الحنه دي عباره عن اعشاب بتتحط على الشعر بتغير لونه.
غير موضوع الصبغة. الصبغة بيبقى فيها موضوع الأمونيا اللي احنا طيب كنا في حلقة مرة قبل كده. يعني يفضل ان احنا نستخدم الحنة، يعني أأمن بكتير. بديل مثلا عن الصبغات الحنة ممكن تستخدمها في فترة الحمل. في حاجة تانية ممكن تقدر تستخدمها سيدة لتغيير لون شعرها، يعني تعمل اي حاجة زي كده، علشان برضو خلينا برضو نتكلم، عشان برضو في كتير من السادة المشاهدين برضو اي واحدة ممكن عايزة تعمل نيو لوك وكذا كذا كذا، فنقول لها برضو ايه الحاجات المتاحة وايه الحاجات اللي لازم تتجنبها في فترة الحمل. طيب، هو بس هي في نصيحة أنا بحب أقولها، هو الحمل بيسحب كتير من الفيتامينز اللي هي مهمة إنها توصل للشعر بتاع الأم، فبنلاقي سيدات كتير بيعانوا من تساقط الشعر مع الحمل، اللي هو بيبقى فيه نقص في الفيتامينز. فقبل ما نلجأ للحاجات دي، أتأكد بس إن هي بتاخد الفيتامينز بتاعتها وإن هي ما عندهاش موضوع تساقط الشعر. في ناس بيجيلهم تساقط شعر بكثافة أثناء الحمل، فاتاكد بس انها بتاخد الفيتامينز بتاعتها. بالنسبه للحاجات الامنه، احنا زي ما قلنا نبعد عن الفورمالين والامونيا، دول اكتر مادتين ضارين. اغلب بقى الحاجات اللي موجوده في السوق بقى، سواء الكرياتين، البروتين، الكولاجين، الحاجات اللي موجوده لفرد الشعر، ما دام احنا بعاد عن المادتين المضرين اللي هي الفورمالين والامونيا، ففي الغالب كله يعني بيتساوى. ونتاكد طبعا ان السيده تكون بتاخد الفيتامينز بتاعتها عشان ما يحصلهاش تساقط في الشعر.